طرف المملكة العربية السعودية، فمن مظاهر التعايش هو الاستقرار والتوازن طوال السنين في التعامل مع الأصدقاء في العالم أفراداً ومؤسسات وحكومات، انطلاقاً من قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والانفتاح على جميع العالم الباحث عن الخير ومصالح شعوبهم دون النظر لعرق أو دين. أما داخلياً فالمملكة العربية السعودية فيها تنوع كبير من حيث القبائل والخلفيات الاجتماعية والمذهبية، ومن حيث الثقافة والعادات والمذاهب الفقهية وغير الفقهية، ومن حيث التيارات، وكلهم جميعاً سواء في المواطنة وفي الحقوق والواجبات.